هل اني لا اذا ما اريد اصوت له واريد اسقط مرشحته، هل هذا حقي القانوني لو لا؟ والله حقك القانوني ومربع صح لو لا؟ اي. واذا اريد اصوت لها لو حقي لو لا؟ لو لا حتى لو ما تقرا وتكتب وانت راضي عليها تمشي. وارجع اقول لك صدقني لا يعني عندي اي وزير، اي وزير لا يعني عندي شيء، فقط وزيري اني ووزير حليفي يهمني انه يكون كفاءه لان اريد ينجح، اريد الكتله هاي تنجح. اما وزير عدوي خصمي صدقني امل وتامل انه يجيب وزير فاشل حتى يطيح هو وياه، والله ياخذهم اثنينهم بعد ما اشوفهم بالعمليه السياسيه.